الأخ يوسف يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ أقراص تنظيم النسل لمدة معينة حتى يصل الطفل إلى سن الفطام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن حصول الحمل والنسل مرغب فيه، ولا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل إلا لمسوغ شرعي. فإذا كانت المرأة تضعف عن الحمل المتوالي، أو يتأثر مولودها الموجود الذي ترضعه يتأثر بالحمل، فلا مانع أن تأخذ من ما يؤخر الحمل من الأدوية التي يقررها لها طبيب مختص، على أن تؤخر الحمل إلى وقت تستطيع استقباله ولا يؤثر عليها ولا على رضيعها. في هذه الحالة لا بأس أن تتعاطى من الأدوية ما يؤخر الحمل إلى أن تكون على استعداد لاستقباله. أما إذا كانت قوية وليست بحاجة إلى تأخير الحمل، فإنه لا يجوز لها أن تتعاطى ما يمنعه ولو مؤقتا. نعم.